مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج الحد الأدنى. نواصل ما ابتدرناه في حلقة سابقة من نقاش مستفيض وجدل فعال ومعلومات ثرة مع ضيفينا الكريمين الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان خبير قانون المياه والسياسات، وكذلك دكتور إبراهيم الأمين الباحث والسياسي المعروف. كانت الحلقة الماضية حول قضية المياه من خلال المؤلفات التي قدمها الضيفان للمكتبة السودانية، حيث أبحرنا حول نقلب صفحات التاريخ مع بعضنا البعض، ووقفنا على العديد من المحطات، لكن نخصص هذه الحلقة للوضع الراهن والرؤية المستقبلية لقضية المياه لأن هذا التحدي. انتهت الحلقة الماضية باتفاق على أن الذي عطل من أن يستغل السودان نصيبه من مياه النيل هو انعدام الإرادة السياسية، انعدام المشروع القومي، انعدام التوافق الوطني الكامل، وعدم الاستقرار السياسي، وأن رغم الظروف الإقليمية والدولية وكذلك جهود الدول على أن لا يستغل السودان حصته من مياه النيل لأنه يتعارض مع مصلحة مصر، إلا أن اللوم الأساسي يقع على عاتق السودانيين. نرحب بك مجددا يا دكتور سلمان، مرحبا بك في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. دكتور إبراهيم الأمين أيضا نرحب بكم في هذه الحلقة. يمكن السؤال الأساسي الذي نبدأ به هذه الحلقة، نريد أن نقف على الوضع الراهن وننظر إلى المستقبل. هناك جدل بين الخبراء والمراقبين وكذلك العاملين في الحقل السياسي، هل من مصلحة السودان أن يستمر في الالتزام باتفاقية 1959 أم ينفض يده عنها؟ لأنه البعض يظن من ناحية أن هذه الاتفاقية منصفة للسودان، ولدينا الآن أكثر من 6.5 مليار لم يستغل، فبالتالي هي مصلحة السودان. البعض الآخر يظن أن الاتفاقية تتعارض مع القانون الدولي للمياه والقانون الدولي، لأنه لا يوجد تعاون مع دول حوض النيل الأخرى وأنها قد انتهت بالتقادم ولم يعد لها مستقبل. نستمع إلى وجهة نظر الدكتور سلمان أولا. أنتمي إلى المدرسة الثانية التي ذكرتها. هذه الاتفاقية عفى عليها الزمان وجاءت اتفاقيات أخرى وظهر القانون الدولي بحقيقته، فاتفاقية لا تنتمي. نعم، الاتفاقية التي وقعتها الدول المنبع، 6 من دول المنبع، إثيوبيا وتنزانيا وكينيا ويوغندا وبروندي ورواندا، مبنية على اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض الرماحية. هذه الاتفاقية أجازتها الأمم المتحدة في عام 97. السودان صوت لصالح الاتفاقية في ذلك الاجتماع مع كينيا، مصر وتنزانيا وإثيوبيا امتنع عن التصويت. هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في عام في أغسطس عام 2014. الآن هناك أكثر 36 دولة طرف في هذه الاتفاقية، اتفاقية إطارية وضعت أسس عامة لاستخدامات المجال المائي الدولية بطريقة استمرارية، حمايتها، المشاركة فيها، وأكدت المبدأ الأساسي أن أي حوض مشترك هو ملك للدول جميعا وليس حكرا على دولة أو دولتين داخل هذا الحوض. وهذا هو الموقف الدولي اللي بدأ من بداية القرن الماضي عندما برزت القضايا والنزاعات وذهبت إلى محاكم دولية. فأنا أعتقد أن هذه اتفاقية 59 غدا دافع عليها الزمان. أعتقد أن اتفاقية العنتبي اتفاقية منصفة تضم كل دول الحوض الستة ومبنية على اتفاقية الأمم المتحدة للمجال المائي الدولية، وأعتقد أن السودان مثل ما صوت اتفاقية الأمم المتحدة عام 97 عليه أن يقف مع اتفاقية عنتبي، أن ينتهى هذا التوقيع، أن ينضم إليها، اتفاقية منصفة وتحت الدول لكل النهر لكل الدول. وأهم من هذا، احتياجات الدول المنبع احتياجات ضعيفة ولن تؤثر على استخدامات وحقوق مصر السودان إطلاقا. مناطق المستنقعات في جنوب السودان تحدد كمية المياه الآتية من النيل الأبيض التي تعبر إلى الشمال مهما بلغت استخدامات. إذا استخدمت دول المنبع كينيا وتنزانيا ويوغندا وبوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية استعملت 10 مليار، وده رقم لا يمكن يحدث، تأثيراتها لن تزيد عن مليار واحد لمصر السودان بسبب مستنقعات جنوب السودان. مستنقعات جنوب السودان تحدد كمية المياه التي تعبرها،
البقية تتبخر وتسرب. بالنسبة لإثيوبيا استخداماتها للطاقة الكهربائية الأراضي وليس للري بالتالي استخدامات هذه الدول استخدامات ضعيفة ولن تؤثر على مصر والسودان، بتفتح الباب للسودان، بتفتح باب التعاون، هناك أفاق كبيرة جدا للتعاون بين هذه الدول. بحيرة فيكتوريا بها ثروة سمكية ضخمة جدا يمكن الاستفادة منها لكل دول الحوض. إمكانيات السودان في الري ممكن تتوفر في كل الأراضي الزراعية. إمكانيات مصر الصناعية الضخمة، إمكانيات إثيوبيا في طاقة كهربائية 30 ألف ميجا وات من الكهرباء يمكن أن استفادة منها من مياه النيل فقط. ففي إمكانيات ضخمة بدل من التحديث عن المحاصصة وكمية المياه يمكن التحديث عن مبدأ التعاون المنافع عن مياه التعاون الكهرباء الريف الكهرباء من إثيوبيا الريف السودان ثروة بحيرة فيكتوريا السمكية إمكانية استفادة من مستقع جنوب السودان والثروة الماشية الضخمة إمكانية مصر الصناعية. فالحديث يجب أن يبدأ أن يكون على مبدأ المنافع دكتور إبراهيم وليس على محاصصة. دكتور سلمان حدد موقفه من التاريخ لأنه انحاز إلى المدرسة الثانية. أفتكر أنه الوضع أكثر تعقيدا. نعم. ما يعني الناس تخطوا في إجابات حدية. أنا بعتقد على أساس أنه نحن في مرحلة السودان رغم أنه بمر بظروف يعني ما طبيعية بعد انفصال الجنوب. طبعا انفصال الجنوب له أثر كبير جدا على موارد المياه لأنه هي دلوقتي البلد الوحيدة اللي فيها ممكن تضيف لمورد أو موارد المياه في نهر النيل. السودان وضعه دلوقتي أفضل بكثير جدا من الدول المحيطة به. يعني إذا مسكنا حتى بالنسبة لإثيوبيا، إثيوبيا اللي هي بتعتبر نافورة المياه، لكن غرب إثيوبيا فيه جفاف. نعم. وعشان كده هم بيولينا. صحيح. أخواننا في مصر طبعا الأراضي اللي كانت مصر الأراضي الخصبة في مصر في حالة تآكل مستمر. اللي جرف جرف وبابتدوا يزرعوا في الصحراء إنتاجية بتاعتها ضعيفة جدا فبقت مصر محتاجة لنا. حتى بالنسبة للغرب المنطقة الساحل نتيجة للجفاف الناس كلها بتهاجر تجي للسودان. نجي بالنسبة للاتفاقية أنت مع مدرسة الحفاظ على أنا على مدرسة الحفاظ لأنك كرت. نعم. لأنه أنا إذا تكلمت قلت لغيت كل شيء والناس تتساوى فقدت حتى الشيء اللي عندي فأنا بستعملها كرت ضغط حتى في التفاوض على عنتبي لأنه في نقطة هتظهر بعد فترة اللي هي عملية تسعير المياه. يعني هم للوقت يمكن البنك الدولي يتكلم الأخ سلمان أكثر مني في الحكاية دي أنه على أساس أنه في كلام كثير جدا أخواننا في المنابع للوقت أصبح عندهم تكتل واضح جدا ضد مصر والسودان وهم بيقولوا أنه إذا كان العالم العربي بيبيع البترول وهي مورد طبيعي ليه نحن ما نبيع المياه؟ يعني ده يمكن يظهر بعد فترات يمكن ما يظهر الليلة ويمكن ما يلقى هل هي المياه هي عبارة عن مورد اقتصادي ولا مورد اجتماعي. لكن المهم أننا نحن نستخدم الاتفاقية الموجودة دي كضغط ونمشي في القضية تحت الحوار اللي هو بقوله. لكن إذا وصلنا طيب أنا دكتور سلمان أنت حترد طبعا لكن عايز أضيف لك برضو سؤال إضافي إنه يعني الآن في اختلاف وجهات النظر لكن ألا تعتبر أن الخروج من اتفاقية 59 يناقض للحق التاريخي المكتسب بالضبط القديم يعني بيتيح لنا فرصة إنه لدينا الآن نصيب واضح من المياه مكتسب مقابل من؟ مقابل مصر. هذه الاتفاقية ليست ملزمة لإثيوبيا لأن إثيوبيا ليست طرف فيها رفضتها كتابة وأرسلت مذكرات عدة ورفضتها عمليا أنشأت سدود في النيل الأزرق من سنة 72 فينشا تيس أباي تاني بيليس وتكزي الضخم في عدبرة وسد النهضة رفضتها عمليا وكتابة وقانونيا وقالت أنها غير ملزمة. نفس الشيء حدث في تنزانيا حدث في يوغندا. يوغندا الآن تبني في سد يسيمبا وسدود أخرى بدون الحديث عن حقوق مصر والسودان. رفضتها في اتفاقية عنتبي عندما حاول السودان ومصر الزج بالحقوق التاريخية الدول الأخرى رفض ولماذا نحن هنا إذا كنت متحدثون الحقوق التاريخية؟ فالحق التاريخي اللي نتحدث عنه هو حق بين مصر والسودان وحتى هذا الحق يجب الوقوف عنده. 6.5 مليار التي لم نستخدمها مصر تتحدث سرا في أن هذه 6.5 مليار أصبحت حقا مكتسبا لمصر. هو هذا السؤال القادم فعلا وإذا ساءت العلاقات وصلت مرحلة انفجار مصر ستعلنها أنها
أن هذه 6 مليار ونص أصبحت حقا مكتسبا، المزارعون المصريون دخلت في الدورة الزراعية المصرية، دخلت في الدورة الزراعية المصرية، ودول حيقولوا دورة الغذاء، ودول حيقولوا لنا، حيقولوا لنا. وفعلا حديثهم مصر بتحدث عن الاستعمارات القائمة، الاستخدامات القائمة، الاستخدامات القائمة تشمل 6 مليار ونص. فيبقى الحديث عن أنه اتفاقية بتحمينا، ليست هناك حماية إطلاقا من هذه الاتفاقية. اتفاقية التكتل اللي تحدث عنه الأخ دكتور إبراهيم بتاع دول المنبع ضد مصر والسودان بسبب هذه الاتفاقية. الاتفاقية رفضتهم، استعرض عليهم، تحدثت بغطرسة عن الحقوق دي، وكان رد الفعل هو هذا الموقف اللي سميته أنا انطلاق الربيع الأفريقي السلمي ضد اتفاقية. لكن لا تظن أن هناك خطورة على الأمن القومي المائي المصري والسوداني إذا نفضنا يدنا من اتفاقية 59؟ لأنه هذه النقطة تؤمن الخطورة، الأمن القومي للبلدين. النزاع على مياه النيل بدأ سودانيا مصريا وسوف ينتهي سودانيا مصريا. ما رأيك في هذا الحديث؟ لا لا، ما أفتكر يعني النقطة دي مهمة جدا. يعني حقيقة يعني هو زي ما قال دلوقتي أنه هذه الدول سواء كانت يوغندا أو كانت إثيوبيا دلوقتي رغم الخلافات الموجودة هي بتقوم ببناء سدود. نعم. اثنين، على أساس أنه التحالف ده واضح جدا على أساس أنه قارته إثيوبيا. يعني إثيوبيا يعني ما عضو في حوض النيل الجنوبي، مشت كمراقب ودلوقتي بقت على أساس أنه هي يعني كعضو عامل فيه، وإذا استطاعوا على أساس أنه اكتمل العدد بتاع المفوضية يستطيعوا عن بالأغلبية أنهم يتخذوا أي قرار ضد مصر وضد السودان. فيبقى في الوقت ده بيكون من الصعب جدا إحنا كأننا نحن يعني أصل حتى حنا لما نجي بعدين لسد النهضة، سد النهضة الماسورة بعد كانت في السد العالي بقت في 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 في, في إثيوبيا. نعم. بقى أنك أنت ذاتك إذا كان ما عندك بعض الأشياء اللي بتمكنك من أنك أنت يكون ما تكون في الطرف أو أطراف أخرى، يجب أن يكون عندك كثير جدا من الأوراق عشان تستخدمها. فاستخدام الاتفاقية كضغط إلى أن تصل إلى التوافق اللي به على أساس أنه ممكن أنه يحصل فيه نوع من التكامل الاقتصادي والتكامل اللي ذكره الأخ سلمان في المجالات المختلفة، وما في تناقض في دي. أنا أفتكر ما في تناقض في دي، لأننا نحن وده اللي عطل دلوقتي على أساس أنه الاتفاقية عن تبدي. يعني مثلا أنهم هم بيعتبروا على سن الإثيوبيين أن سد النهضة عبارة عن إنفاذ لاتفاقية عدنبي، حاجة عملية أنفذوا بها اتفاقية عدنبي. هناك خطورة ثانية دكتور سلمان يعني في هذا الحديث، أن هناك حديث دائر على أن مصر تشجع جنوب السودان للمطالبة بنصيبة من السودان، من نصيب السودان الموجود. من ناحية بتاعة قانون دولي كيف نستطيع أن نقيم هذا الزعم؟ هل من حق جنوب السودان تطالب بجزء من نصيب السودان من اتفاقية 59؟ نعم، من حق جنوب السودان كدولة نيلية أن تطالب بنصيبة في مياه النيل. السؤال ليس من السودان، السؤال هو السؤال من أين سيأتي النصيب. هنا سيأتي الجدل في أنه السودان كان السودان كان دولة واحدة، 18 مليار ونصف أعطيت السودان كدولة واحدة. والدول الأخرى نجب أن نتذكر أن هذه اتفاقية مصرية سودانية فقط، إن الدول الأخرى لا تعترف بها، ليست تطابق فيها ولكن لا تعترف بها. يعني في حديث عن أن السودان عرض على إثيوبيا في فترة من الفترات أنه يستخدم جزء من 6 مليار ونص التي لا يستخدمها لمل بحيرة سد النهضة. إثيوبيا ضحكت وقالت لهم نحن لسنا أطرفا في هذه الاتفاقية، الاتفاقية بينكم وبين مصر، هذه الأرقام لا تخصنا. وبالتالي يعني الحديث عن أنه هذه الاتفاقية ستحمينا، ستحمينا من من؟ إذا كانت الدول الأخرى رفضتها عمليا ورفضتها نظريا وكتبت مذكرات وبدأت تبني في المشاريع، ستحمينا من من؟ ليست هناك حماية، ليست هناك حماية. الحماية تأتي عن طريق التعاون، الحماية تأتي عن طريق قبول الطرف الآخر، الحماية تأتي عن الاستفادة والنظرة إلى مزرعة المنافع وليس المحاصصة. دكتور إبراهيم، بتفتكر أنه إذا طالب جنوب السودان بنصيبه من اتفاقية مياه النيل سيعقد هذا من المشهد؟ وحقيقة طبعا الموضوع بتاع جنوب السودان حيعقد المشهد بأكثر من بعد. البعد الأول هو دول المنابع بتعتبر أنه هو جنوب السودان هو الأقرب بالنسبة لها. نعم. البعد الثاني أنه مصر دائرة تعمل علاقة مباشرة مع جنوب السودان عبر فوق السودان، يعني نتكلم فيه جنوب السودان. يعني إذا كان في مناطق تانية بتتكلم عن الجفاف، جنوب السودان غرقان في الموية. يعني معالجة قضايا جنوب السودان هي أفقد مياه مش اكتسب مياه، يعني ما محتاج
الى 100 على الاقل في على المدى القريب. لكن ده حق القانوني على لكن ده حق القانوني. المصريين هم بيعتبروا على انه نصيب جنوب السودان يؤخذ من نصيب السودان ككل. وطبعا الكلام ده ما مقبول, لا يتوافق ما بيتوافقوا كده. فهي القضيه فيها يعني كثير من التعقيدات, فيجب انه الناس تتعامل معها بالصوره اللي ما تتخذ قرار وتندم عليه. صحيح. يعني تستخدم كل الكروت الموجوده يعني لحد كبير جدا. جنوب السودان الى الان لم ينضم الى الاتفاقيه بتاعت انتبه. لكن هناك سؤال يا دكتور, يعني إضافة لكل المبررات التي ذكرت وقيلت وما إلى ذلك, ألا تترتب على ذلك مخاطرة سياسية؟ الخروج من الاتفاقية, اتفاقية 59, يعني ألا يترتب على ذلك مغامرة سياسية وبعض التوترات؟ يعني هو طبعا اتفاقية 59 بالنسبة لمصر حياة أو موت. نعم. لكن بالنسبه لنا يا حاجه نسبيه, للأمن حاجة, حاجه نسبيه بالنسبه. نعم. لنا وكده وبتاع, لانه مصر طبعا اللي بتاخده مياه النيل واحتياجاته وظروفها بتفرض عليها انها تتمسك حتى اخر رمق باتفاقيه 59. نحن بناخده من الجانب بتاع الضغط, لو هو فعلا التحول. هم المصريين طبعا لما فكر عبد الناصر في انه يكون الوحده المائيه ما كان بيعتقد في يوم من الايام انه السودان حيكون عنده راي بعيد أو مستقل عن الراي المصري. دلوقتي أكبر ضربة وجهت لـ 59 وأكبر ضربة وجهت لمصر اللي هو الموقف الجديد بالنسبة للسودان بعد غياب سد النهضة. نعم. فعشان كده نحن يعني قضيتنا, ونحن بالمناسبة لحد كبير جدا حريصين على أن مصر ما تتضرر بالدرجة اللي نحن كأننا بنتآمر ضدها. لكن ده بالناس بيتكلم عن أنه مصلحتنا وين, نحن مصالحنا هون نتلاعب بها. وافتكر ان هناك في اعلان واضح ومعلن من قمه القياده السياسيه في البلاد على ان نصيب مصر من مياه النيل السودان حريص على ان يؤديه كاملا, يعني باعتبار أي نصيب 55 ونصف ام الزياده 55؟ لا, ان 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 النصيب بتاع اتفاقيه 1959. مصر تنظر لديها نظرة مختلفة لمزرعة النصيب ومزرعة استخدامة القائمة كما ذكرت. لا, هو طبعا يعني هم الكلام على أساس هم يعتمدوا على الاستخدامات القائمة وحق السودان. طبعا ده برضو ديبيت. بعدين النقطة الثانية أصله, يعني طبعا ما نتكلم قدام الرجل القانوني, أنه القانون الدولي حمل أوجه. يعني حتى الاتفاقية دي مواقف دول حوض النيل فيها كانت متباينة جدا. يعني في دول غابت, في دول رفضتها, في دول أنا عندي سؤال تاني, في دول تحفظت عليها. صح, عندي سؤال يا دكتور سلمان. السلفية دي, أن إحنا الآن مصر تستلف منا 6.5 مليار. لا, ما بتستلف منا 6.5. تستلف منا كم؟ ما بتستلف منا 6.5. مصر اتفاقية 59 وافق السودان على منحها 1.5 مليار. مليار ونص تنتهي سنة 77. تنتهي سنة 77. نعم. نفرق بين مسألتين. نعم. يعني من ضمن المآخذ الكثيرة التي كتبت عنها عن هذه الاتفاقية مسألة هذه السلفة. يعني السلفة لم تأتي في الاتفاقية, أتت في ملحق. نعم. وده يعني وضع قانوني مخل. مخل بكل, يعني أنا أفتكر يعني وضع قانوني أكثر مخل كلمة متواضعة. يعني أنت في الملاحق بتضع تفسير لمواد في الاتفاقية, مثل ما حدث في قصة التعويضات. نعم. التعويضات الاتفاقية تقول 15 مليون, وهناك جدول ملحق يوضح انها تدفع متى في السنوات والمبالغ. السلفة جاءت في ملحق بدون حديث عنها. الأسوأ من هذا, ما في حديث عن انها ترد متى. يعني بدينه في سلفة تعطي لمصر من لحد 77 مليار ونص, لكن متى يسردها السودان وكيف ليس هناك حديث. وده وضع سكتت عنها الاتفاقية, سكوت تام. وطبعا ده غريب. يعني انت زي انا بقول طوالي في الاتفاقية, لو مشيت لي دكان قلت لي يا اخي انا ما عندي قروش داير لي رطل سكر, بيقول لك بتجيب لي قروش 200 قبل ما يوزي لك السكر. يعني احنا ادينا مصر 1.5 مليار بدون ما نتكلم. هي سلفة مستردة؟ سلفة ما سلفة بحكم بالتعريف مستردة. انت لما تستلف شيء بتسرده, لكن عمليا دارف الرجليك بين 1.5 مليار و6 مليار ونص. انت اذا نحن في السودان اذا فشلنا نستخدم 6 مليار ونص, ما معنى حديث عن 1.5 مليار؟ صحيح. طبعا دلوقتي الوضع هيختلف. نعم. يعني زمان طبعا كل المحصة بتحسب عند السد العالي, يعني بعد المويه ما تمشي. نعم. ونحن فشلنا في انه زي ما اتكلمنا في الحلقه السابقه
بأننا نحن نستفيد أو نستقل كل الحصة بتاعتنا. يبقى ده فشلنا نحن، بقت تمشي لهم هم استفادوا منا. صحيح. بعد صدرنا أخذ الوضع بيختلف، لأنه دلوقتي الموية بتتحجز في الحدود الجنوبية للسودان، الحدود الجنوبية الشرقية للسودان، معناه نحن بناخد نصيبنا قبل ما يمشي هناك. وده اللي بتخاف منه دلوقتي مصر، بتقول أنه يا وبعدين حتى مياه الموارد تحت المياه هي متزلزلة جدا، يعني الناس مخدين المتوسط 84 مليار، قد ترتفع إلى في سنوات ل 150 مليار، 150 مليار، قد تنخفض وانخفضت ل 34 مليار. يعني معناها أنه في السنين اللي بيكون فيها إيراد النيل منخفض، معناها أنه الدول اللي في الأول بياخد اللي هو عكس اللي كان في الأول، ودي من فوائد صد النهضة طبعا بالنسبة لنا. فيبقى السودان حياخد نصيبه مقدما قبل ما يمشي لمصر. وهذا هو المدخل لقضية صد النهضة. القضية المدخل لصد النهضة، القضية يعني ما بتقدر تجاوبها بنعم أو لا، القضية دي يجب أن تتعمق في كل جوانب فيها وتحسن. طب لدينا سؤال تأسيسي في ونحن ندلف يعني على الحوار في قضية صدنا، في قضية صد النهضة. يعني الكثير يعتبر أن يعني موافقة السودان على صد النهضة هو نفض للاتفاقات التاريخية مع مصر، وأن فيها مخالفة للاتفاقية 59 لأنه تعطي طرف ثالث نصيب من مياه النيل دون أن تقر اتفاقية 59 باعتبار أنها النص القانوني الحاكم بالنسبة لأنصبة المياه بين البلدين. ما تعليقك على هذا الزعم يا دكتور سنوان؟ تعليقي أن اتفاقية 59 نفسها تتناقض تناقض تاما مع القانون الدولي، بدءاً يعني بداية اتفاقية 59 تتناقض تناقض تاما، لأنها بترفض الدول الأخرى وبترفض يعني التفاوض بين تم بين دولتين. اثيوبيا طالبت بالجلوس، طالبت المفاوضات، رفض طلبها. بريطانيا طالبت بالجلوس، لأن الوقت ده كانت ما زالت مستعمره ليوغندا وكينيا وتنجانيكا، طالبت بتمثيل رفضوها. فبدءا زي بدء اتفاقيه 59 تتناقض تناقض تام، واستعمل كلمه تام وتحت خط بالقانون الدولي. فيبقى الحديث عن انه السودان خرج من اتفاقيه وناقض الاتفاقيه، انا اعتقد انه السودان ينضم للقانون الدولي باعترافه بالاخرين وينضم للقانون الدولي. بعدين انا نثق قسم من هذا، اتفاقيه اعلان المبادئ التي وقعها الرئيس السيسي والرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي، اعتقد ان هذه الاتفاقيه من ناحيه قانونيه نسفت كل هذه الاتفاقيات، نسفت اتفاقيه 59، اتفاقيه 59 واتفاقيه 29 واتفاقيه 1902 عمليا نسفتها، لانها اعترفت بحقوق دول اخرى ما عدا في الانصبه. لكن يا دكتور لما جايك، ما انت زي انت اعترفت بانه الاتفاقيه اعلان المبادئ قائم على مبدا الانتفاع المنصف والمعقول. نعم. خلاص يبقى مثلا 18.5 و 55.5 انتهت. اهم من هذا، الاتفاقيه كان يجب ان توقع في 22 مارس وهو اليوم العالمي للمياه. لم يتم التوقيع عليه 22 مارس، تم التوقيع عليه 23 مارس لان الخلاف كان حادا بين مصر واثيوبيا. مصر كانت مصره انها تتضمن اتفاقيات السابقه. نعم. اثيوبيا رفضت، وقالت لها اذا كان حنضمن اتفاقيات السابقه هذا عوده لعنتري. مصر تراجعت ووقعت اتفاقيه اعلان المبادئ بدون اشاره لاي اتفاقيات سابقه، لا 1902 لا 1929 لا 1959. هذا اعتراف بان هذه الاتفاقيات قد تجاوز الزمان. دكتور انا طيب أنا عندي أنا سؤال سياسي. أنا في الحقيقه هو بيتكلم على الجوانب القانونيين، ده طبعا حيجيهم كثيره، لكن انا بتكلم عن جانب عملي. ما حصل في سد النهضه تلام عليه مصر قبل السودان. لماذا؟ الآتي. طبعا الاثيوبيين يعني انا دائما بقول انه اداروا الصراع ده بذكاء شديد جدا. نعم. استغلوا الوضع الموجود في مصر بعد ثورات الربيع العربي، واستغلوا الحالة في السودان بانفصال الجنوب أو بطريقه للانفصال اللي كان موجود فيه وكذا. مصر في أثناء انعقدت اتفاقيتين سنة 1993 بين إثيوبيا ومصر وبين إثيوبيا والسودان. نعم. الاثنين كشفوا 91 الاثنين كشفوا أوراقهم 91 نعم كشفوا أوراقهم بالنسبة للإثيوبيين. لكن الأهم من ده أنه مصر اتخذت خطوات أدت إثيوبيا الفرصة بأنها هي تستمر في بناء السد إلى الآن، لأنه قام وفد برئاسة عصام شرف اللي هو رئيس مجلس الوزراء. نعم.
وهو اللي اقترح مبدأ تكوين اللجنة المكونة من 10 أفراد، 2 من كل دولة وأربعة دوليين، دون التشاور مع السودان ودون التشاور حتى مع علم هيئة مياه النيل. 1. 2. كان في تصريح في نفس الوقت من وزير الموارد المائية المصري، وقال أنه سد النهضة هو سد لاستخدام المياه وليس لاستعمال المياه، استخدام المياه في الكهرباء وليس لاستعمال المياه في الزراعة. أخذوه الإثيوبيين ككرت بالنسبة لهم على أساس أنه يعني دلوقتي. بعدين الاجتماع اللي تم في زمن مرسي بأنهم حيضربوا السد وحيسووا كل الأشياء دي، هي مكنت الإثيوبيين وخلقت رأي عام سواء كان في داخل السودان، وفي نفس الوقت أنه ساندوهم من السودان. موقفه في السد جاء متأخر جدا، جاء متأخر ديسمبر. أنا إحنا حنجيب في القصة دي، لأنه يعني سؤالنا القادم حيكون يعني ما هي فوائد سد النهضة بالنسبة للسودان، وكيف يستطيع السودان أن يطمئن الهواجس المصرية المشروعة خوفا على أمن الماء. لكن سنجيب على هذه الأسئلة بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. نرحب بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ونحن نواصل الحوار في برنامج الحد الأدنى حول قضية مياه النيل مع ضيفين الكريمين الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان والدكتور إبراهيم الأمين. توقفنا قبل الفاصل في قضية سد النهضة وما هي المنافع التي ستعود على السودان من بناء هذا السد، خاصة أن السودان قد أحدث تحول تاريخي في موقفه الخاص بالتعاون الخاص الذي يعني اقتضته اتفاقية 59 بالتعامل مع طرف ثالث خارج هذه الاتفاقية. دكتور سلمان ذكر أن هذا يعتبر نسفا عمليا لاتفاقية 59، وأن هناك اعتراف بأن دول حوض النيل الأخرى لديها الحق في الاستعمال المنصف والعادل للمياه. السؤال دكتور سلمان في نواصل الحوار في هذا الحديث، هو هل يمكن سد النهضة السودان من استخدام نصيب الكامل اتفاقية 59 مياه النيل؟ هذا يقودنا للحديث الذي كان مرتكز الحلقة السابقة. نعم. في 6.5 مليار التي لا يستخدمها السودان. السلفة. هي ليست سلفة، هي ذاهبة لمصر. نحن لم تستلفها لمصر، مصر لم تستلفها مننا، فشلنا في استخدامها وعبرت الحدود. ما في نص قانوني في اتفاقية بين هذه السلفة؟ لا لا، السلفة 1.5. هذا ما حاولت أن أوضحه لك المرة السابقة. السلفة 1.5 مليار في الاتفاقية، هذه 6.5 مليار ليست. ماذا يسميها القانون؟ فشل السودان في استخدام نصيبه وذهاب هذا النصيب لدولة أخرى. والدولة الأخرى يعني هل هذا يعني من ناحية قانون السودان ليس له الحق في المطالبة بستة مليار ونص التي لم يستطع أن يستخدمها إذا توفرت له الأولية الكافية لذلك؟ تتحدث عن المليارات التي ذهبت في الماضي أم المستقبل؟ على الأقل المستقبل. المستقبل بتدخل في صراع مع مصر. مصر بتقول إنه هذه 6.5 مليار أصبحت حقا مكتسبا للمزارعين المصريين الذين يزرعون. هل أعلنت مصر ذلك؟ نعم. علنا؟ لا لا، ما لم تعلن. لكن هناك توقعات. لا لا، ذكرت ضمنا في مؤتمرات دولية، سمعتها أنا أكثر من مصري في مؤتمرات دولية، بما في ذلك مؤتمر أدنبرا عام 2015، أن حقوق مصر المكتسبة تشمل كل المياه التي تعبر الحدود المصرية. كان هذا يعني كان ده خط أحمر واضح جدا بالنسبة لمصر. أي مياه تعبر الحدود المصرية وتدخل مصر وتستخدم داخل مصر هي حق مكتسب. سئل الشخص إنه هل 6.5 مليار التي فشل السودان في استخدامها أصبحت حق مكتسب؟ قال كل المياه التي تعبر مصر، تعبر الحدود المصرية وتستخدم داخل مصر هي حق مكتسب. وطبعا يعني أعزائي المشاهدين، هذا الحديث حديث هام جدا، وأفتكر إنه هذه قنبلة موقوتة إذا صدق التوقعات. هي النقطة. نعم، أنا قادم إلى ذلك، لكن على الأقل أن هذه أحاديث في المؤتمرات وفي الغرف ولم تصبح سياسة رسمية معلنة حتى نستطيع الحوار حولها. فبالتالي هي نوع من إعلان الآراء الشخصية
حتى يتأكد ذلك في جدل من حول السياسة. حول وأنا هناك جدل. نعم نعم أعود إلى 6 مليار ونص. أنا أعتقد أن 6 مليار ونص هي القضية الجوهرية والمشكلة الأساسية التي تتعلق بسد النهضة. نعم. كيف يتم هذا الربط من المنافع الرئيسية للسودان سد النهضة؟ هو انتظام سريان النيل الأزرق. النيل الأزرق الآن يأتي في 3 أشهر، 65 إلى 70% من المياه تأتي في 3 أشهر. نعم. يوليو أغسطس سبتمبر. نعم. بمجرد اكتمال سد النهضة وحجز المياه سوف يتم انتظام سريان النيل الأزرق طوال العام بنفس القدر، يعني ما حيكون في 65 ل 70 في 3 أشهر، حيكون نفس الانتظام. وهذا ما حدث في مصر بعد قيام السد العالي، انتظم سريان النهر طوال العام بعد السد العالي، وجعل من أعطى مصر الحق أنها تستخدم النهر لأكثر من دورة زراعية، دورتين وثلاثة دورة زراعية. السودان استعمل النيل الأزرق في دورة زراعية واحدة. فمن محاسن سد النهضة أن السودان يستطيع بعد اكتمال السد أن يستخدم مياه النيل الأزرق لأكثر من دورة زراعية إذا كانت هناك إرادة سياسية، إذا كانت هناك إدارة جادة. وهذا يعني أنه بإمكاننا استخدام 6.5 مليار التي تسابنا مصر الآن، وهذا هو السبب المحك في المسألة الرئيسية. مصر لا اعتراض مصر الأساسي على أن اعتراض مصر الأساسي هو المنافع سد النهضة على السودان، استخدام انتظام سريان النهر، إمكانية السودان في أنه يستخدم كل المياه اللي موجودة في أكثر من دورة زراعية، في أكثر من دورة زراعية، إمكانية التخزين في بحيرة سد النهضة. السودان رغم السنوات الطويلة هذه المخزون لا يزيد عن 10 مليار، مصر بتخزن 162 مليار مقابل 10 مليار للسودان كل هذه السنوات، السنار صحيح وروسيرس ومروي وجبل أولياء، كل هذه متخزن 10-11 مليار، في مصر عندها 162 مليار. ففشلنا فشل تام، ليس فقط في الاستفادة من نصيبنا، في حتى في مسألة التخزين. الآن إثيوبيا عرضت في أكثر من مناسبة أن السودان يمكن يخزن جزء من مياه بحيرة سد النهضة، هذا منفع كبير ويتم على حساب مصر. هناك حاجز الطمي. نعم. يعني الوسائل الإعلام الرسمية تتحدث عن الكهرباء قطعت لأن الطمي أوقف توربينات روسيرس. الطمي سوف يقل بنسبة 70 إلى 80%، معناها أن كما ذكر الأخ إبراهيم في بداية الحديث أنه سنار والروسيرس وخشخ قربة فقط أكثر من 50% من إمكانيات التوليدية والتخزينية بسبب الطمي. الآن الطمي سوف يتوقف. هناك الكهرباء، الكهرباء تكلفتها أقل بالكثير، ونحن الآن نشتري 250 ميجا وات من الكهرباء من إثيوبيا. حتى وهناك ربط الآن قائم، هناك ربط قائم، وتم تمويل هذا الربط بواسطة مبادرة حوض النيل من دول من بعض الدول عن طريق يعني هناك منافع كبيرة جدا منتظرة. هذه المنافع بعض الدول تطالب الدول المستفيدة منها بدفع، وهذا ما حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في مسألة نهر كولومبيا، نفس مشاكل النيل الأزرق. كندا بنت سدود وأوقفت الفيضانات وأوقفت الدمار وولدت كهرباء وساعدت على انتظام سريان النهر، وطالبت الولايات المتحدة بأن تدفع جزء من التكلفة، ووافقت الولايات المتحدة على جزء من التكلفة. نحن أثيوبيا لم تطالبنا بجزء من التكلفة. دكتور إبراهيم، في حاجة بس دقيقة. نعم. أنا عايز أسألك إضافة لما ستعلق عليه، هناك سؤال على أن جزء من البنيات التحتية التي يعمل عليها السودان لاستيعاب نصيبه من مياه النيل هي السدود القائمة الآن. نعم. التي تبنى الآن والسدود المخطط لها أن تكتمل يعني حتى بعد 2020، لكن للأسف هناك يعني انشغالات شعبية حول بناء الخزانات التي تمكن السودان من استفادة من نصيبه من مياه النيل. يعني هل من رسالة في هذا الجانب؟ طيب، كويس جدا. هو حقيقة أي مشروع في الدنيا عنده إيجابيات وسلبيات. نعم. وحقيقة طبعا الناس اللي ضد سد النهضة بيحاولوا على سنه يعني يضخموا من السلبيات، والناس اللي مع سد النهضة بيحاولوا أنه يرفعوا من وتيرة الحديث عن الإيجابيات. سد النهضة بالنسبة لمصر حقيقة كارثة، يعني بكل ما تعنيه الكلمة، بكل ما تعنيه الكلمة. لأنه بس نمسك حاجة واحدة، أنك أنت الفكرة الأساسية من السد العالي أنك تحتفظ بالمياه داخل الحدود المصرية. دلوقتي المياه بقت أنت بتحتفظ بها خارج حدودك. نعم. النقطة الثانية زي ما قال الدكتور أنك أنت كنت بتحجز 162 مليار. نعم. سد النهضة، ودي طبعا بتستفيدها في الكهرباء. نعم. ودي نفعت مصر في الفترة بتاعت الجفاف سنة 84، يعني مصر ما تعرضت له البلاد الثانية. نعم. الليلة دي ما بتكون موجودة وكده وبتاع.
نجي من السلبيات. في كلام كثير جدا عن سد النهضة وعن موقعه وعن ده جوانب السودانيين لعبوا دور كبير جدا في أنهم هم يعملوا تغيير حتى في البنية تحت السد، إدخال بعض التحسينات. نعم. الفنيين السودانيين، لأنه هو فيه جوانب فنية والجوانب السياسية والجوانب القانونية. نعم. الجوانب الفنية، الفنيين السودانيين مع الفنيين الإثيوبيين قدروا عملوا عمل كبير جدا فيها. مل الزناوي قال كلام لو عملوا به من أول يوم، لو ما مصر اعترضت اعتراض مطلق على سد النهضة كان غير المجرى بتاع الأحداث. قال أول حاجة التخطيط والتنفيذ والتشغيل، والتشغيل يكون شراكة. نعم. شراكة بينهم والتمويل حتى. أي. يعني إذا تمت ده يعني كانوا الناس تتحكم، خرجنا من هذه الأزمة. السبب عدم الموافقة على ده أدى إلى كل الصراعات الماشيين فيها. زي ما قلت في أول كلامي أنه الإثيوبيين استطاعوا بأنه يستدرجوا مصر وهم يستمروا في البناء بتاع السد إلى أن وصل دلوقتي مراحل متقدمة جدا، ودلوقتي من الصعب جدا إلا أنهم يتكلموا مع السد كواقع. يبقى الاستخدام مع السد هنا الخيارات قلت، يعني الخيار أنك انت الحوار يا تلجأ للقوانين، والقوانين ده حمالة أوجه، يا الخيار العسكري وده مرفوض رفض تام في التطور الحاصل على مستوى. أنا عندي سؤال يا دكتور، لكن كنت أقول لك الفوائد. نعم. أنا أقول لك الفوائد، أنا أفتكر الفوائد رغم أنه في كلام كثير جدا عن أنه الطمي بالنسبة للأراضي والجرء كلام منها، لكن على مستوى أنه زي ما قال الدكتور أنك أنت في مشروع الجزيرة بالذات، إحنا نزرع في الصيف فقط. نعم. مصر دلوقتي المساحة المحصولية 3 أضعاف الأرض المزروعة. صحيح. يعني تزرع 3 مرات في السنة وأكثر من دورة زراعية، عندك استمرار في المياه تزرع 2 أو 3 مرات في السنة. نعم نعم. فيبقى أنت عندك الفوائد في الناحية دي، وطبعا في فوائد الفوائد طبعا تطرقنا إليها، لكن أنا لأنه زمن قليل تبقى عندنا سؤالين مهمات جدا. يعني أننا تحدثنا عن كل الفوائد، لكن يا جماعة لا تظنون أن لمصر انشغالات حقيقية ومهددات حقيقية لابد أن نتعامل معها لطمأنتها على أن مستقبلها المالي. يعني كيف يا دكتور سلمان نقدر نطمئن مصر على أنه يا أخو الله مستقبلها وازدهارها ونهضتها واقتصادها وما حتحصل له أي تهديد نسبة للتحولات الجديدة في سياسات المياه في المنطقة؟ كيف نستطيع أن نطمئن لأنه استقرار مصر وطمأنته أيضا هو عامل مهم جدا لاستقرار السودان؟ كيف نستطيع أن نطمئنه؟ الحديث أنا في كل كتاباتي ونلت الجائزة في كانكون وجزء من الذكر أنه تركيزي على مبدأ التعاون. نعم. في كتاباتي، وأنا أفتكر أنه التعاون هو الكلمة السرية والتي يجب أن تقتنع بها مصر ويقتنع بها السودان مع دول حوض النور حوض النيل الأخرى، أن مسألة المحاصصة ليست حل، المسألة هي المنافع، وأن من مصلحة مصر أن تدخل في علاقات تعاونية مع بقية دول حوض النيل، لأنه من مصلحتها الدول هذه حوض النيل لن كما ذكرت مرارا لا استخدامات ضئيلة جدا لمياه النيل. إذا مصر متخوفة من استخدام مياه النيل، مياه النيل ضئيلة وهم يعرفون هذا، لكن مصر عندها الجانب النفسي، الجانب السايكولوجي، إن هذا النهر ملك لها وإنه لا يستطيع أحد أن يدخل. يعني أنت في تقديرك أنه مبدأ التعاون إذا تم تطبيقه يوفر لمصر ما تريد حماية كاملة، حماية يوفر لها. يعني كمثال كمثال كما ذكر الأخ إبراهيم سد النهضة، أنا في تصور أنه سد النهضة كان يجب أن يبنى عام 1960 بدل السد العالي وبدل الرصيرس، لأنه كان وفر للسودان ومصر أراضي زراعية خصبة. نعم. وفر المياه التي تذهب للتبخر، ووفر الكهرباء والمياه الري التي يستخدمها السودان ومصر الآن. يعني هذا السد كان يجب أن يبنى عام 1960، ضاعت هذه الفرصة. أعتقد أن الفرصة جاءت مرة ثانية عندما عرض إثيوبيا أن يكون السد مشترك التمويل والإدارة والمنافع، رفضتها مصر والسودان أو تجاهلتها. فمبدأ التعاون هنا موجود وكان يجب أن يبدأ عام 1960، وكان يجب يعني مستقبل مصر المائي غير مهدد إذا يعني أعملنا مبدأ التعاون وقبل التعاون طبعا. يعني دلوقتي حس التخوف الأساسي في مصر هي الفترة بتاعت ملء السد، الفترة بتاعت ملء السد، خاصة إذا كان السد يعني جفي ملء السد في ظروف يكون إيراد النيل فيها منخفض. فعشان كده كل ما طالت المدة لملء السد يعني كل ما كان فرصة بأنه هذا جانب من طمأنة مصر، أي جانب من طمأنة مصر وكده. النقطة الثانية على أساس أنه السودان كيف يستفيد من المرحلة الجاية،
أنا قبل المرحلة الجاية دكتور درس أسألك، أنت في كتاباتك يعني ناسي جزء من الهواجس المصرية الموجودة تحدثت عنها، أن هناك أطماع إسرائيلية في مهنية. نعم. هل هذه حقيقة؟ نعم. هذه حقيقة طبعا. هي إسرائيل في مرحلة من المراحل أنها بتعتقد على سنة، هي طبعا إسرائيل استولت على المياه في الأرض الفلسطينية في الضفة والقطاع، أنها هي استولت على الليطاني، هي دخلت في حرب عشان نهر الأردن، هي بتطمع في أنها تجيها مياه من تركيا، هي مشت لمنابع النيل على أساس أنه تحرك في منابع النيل قضية بتاع تسعير المياه. القضية مستقبلا، كلها قضايا مستقبلية. يعني هي قدرت في مرحلة من المراحل. مولو اللي كان بيتوقع طيب إذا في أطماع إسرائيل معناه هناك تهديد، لا في تهديد، يعني القوم في تهديد. لما قامت من الأشياء اللي قالها وزير خارجية إثيوبيا، قال على سنه إثيوبيا حتبيع مياه لدول أخرى لإسرائيل. فقام قال له الاتفاقية بتاعت أنا جايب طبعا هنا وسائل. نعم. بتاعت على أساس أنه توصلوا المياه لمد المؤمنين المسيحيين واليهود والمسلمين بمياه النيل. ده السادات طبعا مع بيجن. نعم. فقال لي انتوا اللي بديتوا القصه دي. النقطه الثانيه، لو كان احنا دايرين نبيع المياه دي هنوصلها كيف؟ من وين؟ ما هنوصلها عن طريق نهر النيل. نعم. هنوصلها عن طريق طرق. دكتور سلمان انا ما اعرف ما رايك في اعتقد ان الدور الاسرائيلي، يعني مع احترامي لكلام الاخ ابراهيم وبيتفق في اشياء كثيره لكن بنختلف في النقطه دي، انا اعتقد ان الدور الاسرائيلي مبالغ فيه. ليست هناك اطماع اسرائيليه في مياه، هناك اطماع اسرائيليه بالضبط، وعندها موجهاتها ومحركاتها. لكن لننظر العلاقات العربية الإسرائيلية في بعض الدول أقوى من العلاقات العربية الإسرائيلية الأفريقية. مصر إسرائيل لديها ضعف العرب طبعا. مصر لديها أكبر سفارة في 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 القاهرة. ونرد التاريخ، السادات عرض على إسرائيل توصيل مياه النيل عام 79 في عبر صحراء النهر في السلام. نعم. وعرض عليهم وسماه أنا كما قال أخي إبراهيم مشروع زمزم ومشروع قالوا مناورة سياسية كانت منه. لا لم تكن مناورة سياسية. حصل ضغوط داخل مصر، لكن اللي حدث أن المجلس الأمن الإسرائيلي رفض المقترح المصري، قال إنه في 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 مورد أساسي كالمياه لا يمكن أن نعتمد على دولة علاقتنا فيها تذبذب معها، لأننا لو أخذنا منه مياه معناها حنعتمد عليها. في نفس الوقت كانت ضغوط علي سادات داخل مصر، والموضوع مات لأنه الطرفين ما كانوا متحمسين له. لكن يجب أن نذكر أن العرض لنقل مياه النيل إلى إسرائيل جاء من مصر، لم يأتي من إثيوبيا، لم يأتي من كينيا، لم يأتي من أنا بس أنا أقول أنه القضية بتاعت إسرائيل دي في الحقيقة هي ناتجة عن الضعف بتاع العرب. يعني إسرائيليين مش عندها أطماع في المياه بس، عندها أطماع حتى في الاقتصاد. هو بيتحدث يعني اللي هو الشرق الأوسط الجديد، شيمون بيريز قال على أساس أنه المال العربي والعقلية الإسرائيلية والعمالة من الدول الفقيرة، وحتى الجامعة العربية قال إحنا ما يعني الجامعة العربية دي خلاص انتهت، يعني نتكلم عن جامعة الشرق الأوسط. طيب أنا دار أقول إنه في سؤال تاني يا دكتور. أي. إنه يعني الآن الهواجس من المستوى السياسي بقت في المستوى الشعبي. الآن كل المصريين في الشارع بيفتكرون عندهم هاجس على إنه مصر حتعطش، مصر محن المياه وما إلى ذلك. هناك مهندس مصري يعني أطلق مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي قال أنه هناك ينبه إلى خطورة تدني مستوى بحيرة السد العالي بعد البدء في سد النهضة. يعني دي نوع من الأشياء فعلا بتحدث قلق شعبي والانعدام الأمن. يعني ما هي علمية هذا الزعم والافتراض؟ وده جانب علمي طبعا. بعد سد النهضة هتقل المياه اللي بتيجي في السد العالي، وبالتالي بحي التراثر هتقل فيها، وحيكون في مليون فدان في داخل الأراضي السودانية. عشان كده واحدة من الأشياء بتاعت انه ناس حلفة هيرجعوا للمناطق دي عشان يعمروها وعشان يزرعوا. يعني السودان دلوقتي، لكن هذا أمر فيه تحديد بصراحة، لا في أرض سودانية، لكن ما يعني مستوى تخزين المياه هيقل. دكتور طبعا. سلمان هاي. ما صحة هذا الزعم؟ أنا أعتقد أن مشاكل مصر أكبر من سد النهضة. نعم. مشاكل مصر عام 59 عندما طالبت ب 55 مليار متر مكعب كان عدد سكانها 25 مليون.
نعم. وكانت الحسابات على أساس أن هذه 55 مليار تغطي 55. مصر سكان الآن يقتربون من 100 مليون. نعم. لم تحاول خلال هذه السنوات في إيجاد بدائل بصورة جادة، تطوير موارد طبيعية، الشيء حتى الإهداء، الاستخدام غير مشرف، غير الأغلب مشرف، هناك هدر كبير، زراعة قصب سكر، زراعة أرز، زراعة محاصيل تتطلب مياه ضخمة جدا، مياه ضخمة. نعم. هناك عدم تسعيرة للمياه، المزارع يعطي المياه بدون أي ضوابط، كل الخوف إنه طرمبة المياه تتآكل، لكن ليس هناك تسعيرة، فهناك استخدام غير مرشد من جانب مصر، هناك زيادة سكانية، هناك عدم النظر للبدائل، وكل ما فعلوا الأخوة المصريين إنه ركزوا على نهر النيل، ونهر النيل حقنا ما في زول يبيشوا، لكن ما فكروا في بدائل أخرى، ما فكروا في مشاكل أخرى، فمشاكل مصر أكبر من سد النهضة، أكبر بكثير من سد النهضة، وده بيعود للكلام اللي قلت إنه النزاع النيلي بدأ السودانية المصرية وسوف ينتهي السودانية المصرية. طيب إحنا دارين نختم يعني في الجزء الأخير من الحلقة حول المستقبل. كيف ننزل المستقبل؟ الآن أنتم أحدثتوا يعني استعرضتوا الحيثيات التاريخية معقدة، وقفنا على الراهن الموجود معقد جدا أيضا، تقاطعات بتاعة مصالح، نحن الآن على أعتاب حرب موارد جديدة، هناك مهددات حقيقية للأمن المائي في المنطقة، هناك عدم اتفاق، هناك توترات في المنطقة، يعني كيف ينظر السودان إلى مستقبل المائي، مستقبل الزراعي، إلى نهضته؟ نعم. كيف نستطيع يعني أن نناور ونحفظ لمستقبل الأجيال السودانية حقها ونصيبها من الموارد الطبيعية التي يحظى بها السودان؟ الجيل الراهن من السياسيين، القيادة الراهنة من السياسيين، من المثقفين، من الخبراء، من المفكرين أمثالكم، يعني كيف يستطيع أن ينظر للمستقبل السودان؟ دكتور سلمان. بنظر للمسألة من مستويين، المستوى الإقليمي والمستوى الوطني. نعم. على المستوى الإقليمي، وكما ذكرت مرارا وأنا آسف للتكرار، بفتكر أنه ليس هناك حل غير التعاون، التعاون مع دول الحوض الأخرى، ما الاعتراف بحقوقها، الاعتراف باحتياجاتها، وده عملته ذكرته اتفاقية على المبادئ، اتفاقية على المبادئ مشت بدأت تسير في هذا الاتجاه. نعم. تقديرا الاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، جمهورية السودان لمواردها من المائية العابرة للحدود، وإدراك أهمية النيل كمصدر للحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان. الاعتراف بالآخر هي ضرورية، والنظرة نظرة الاستعلاء اللي كانت موجودة من 59 إلى بداية هذا القرن يجب الانضمام إلى اتفاقية أنتبي. انضمام اتفاقية أنتبي على المستوى الإقليمي، التعاون ثم التعاون، انضمام اتفاقية أنتبي، انضمام اتفاقية الأمم المتحدة للمجال المائي الدولية على المستوى الوطني، ونفضل يد على اتفاقية 59. أنا ذكرت رأيي في اتفاقية 59 أنها تتعارض تعارضا تاما مع القانون الدولي. نعم. على المستوى الوطني وده المستوى الآخر، أنا أفتكر أنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية جادة وجديدة ونظرة لمزرعة المياه، يعني لفترة طويلة غيبت المعلومات عن الشعب السوداني، غيبت المعلومات عن متخذي القرار. 6.5 مليار دي هذه ظهرت في 2011، مع انها من 59 او من 70 متخذي، لكن معقولة لم تكن معلومة المعلومة مش كانت اخفيت من الجمهور واخفيت من صانع القرار وبرزت في 2011. فعلى المستوى الوطني يجب أن تكون هناك إرادة سياسية، يجب أن ندرس كل المياه النيل بوعي، وأن تكون هناك إرادة سياسية لاستفادة من المورد. وكما ذكرت أنت، أنا يعني لاحظت في كل مناسبة، وأذكر أن عندما ذهبت لتتيم كتاب الأخ أبراهيم الأمين، نظرت للمنصة كان هناك 6 أو 7 أشخاص كانوا كلهم فوق 60. ليس هناك كوادر، ليس هناك في أجيال جديدة. أثيوبيا لديها أكثر من 2000 يتدربون في الجامعات، معظم الجامعات. أنا ذهبت إلى المعهد الفيدرالي السويسري وجدت أكثر من 100 أثيوبي يدربون في قوانين المياه، اقتصاديات المياه، البيئة المياه، إدارة المياه. تسأل أي جامعة تلقى أثيوبي. لابد من تأهيل كادر مقتدر، وطني مقتدر. ليس دي. فهذه سلاسل مسائل، على المستوى الإقليمي الاحتراف والتعاون، على المستوى الوطني معرفة احتياجاتنا، دراستها دراسة واعية ومتأنية، والبدء الآن وليس غدا في تدريب كوادر وطنية، وليس تدريب على المحلي، تدريب عالمي، عشان يكونوا مؤهلين لقيادة هذا المورد الحي وهذا المورد الحي، ويكونوا مؤهلين للتحدث مع الدول الأخرى. الليلة أنت لو وضعت، أنا عضو في جمعية الدولية لمصادر المياه، أنا من سنة 94 حتى اليوم العضو السوداني الوحيد في هذه الجمعية. لا يوجد سوداني آخر، لا يوجد سوداني آخر فيها، يعني مؤتمر إشارة غير مطمئنة أصلا. مؤتمر كان يكون حضروه 1562 خبير،
أنا كنت السوداني الوحيد، وبحضر هذه المؤتمرات من 94 حتى اليوم في هذه الجمعية، وهي الجمعية الوحيدة العالمية مفتوحة لكل التخصصات لكل دول العالم. هذه رسالة هامة جدا للسيد وزير الري الكهرباء يعني الأستاذ معتز موسى، على أن إلى الاهتمام الأكبر بتأهيل كادر وطني لإدارة هذا الملف بحكمة واقتدار تراعي المصلحة الوطنية. دكتور إبراهيم، أنا بمشي برضو في نفس المنهج. أنا أفتكر على أساس أنه أنا من الناس اللي أصوا ثقتي في السودان لم تهتز في يوم من الأيام، وأنا بعتقد أن السودان هيكون في المرحلة الجاية يعني هو الدولة الرائدة في المنطقة. نعم. لأنه نحن عندنا من الموارد اللي ما متوفرة ليه دول كثيرة، يعني غير المياه وغير الأرض الخصبة وغير، إذا مشينا برضو في نفس الخط على أساس وفرنا الكادر المناسب قدرنا يكون عندنا رؤية واضحة جدا وعندنا استراتيجية تخاطب القضايا المستقبلية بالصورة تحفظ حق الأجيال الجاية. تركيزنا على الزراعة والثروة الحيوانية، وتعتبر أن وزارة الثروة الحيوانية وزارة الزراعة وزارة الري هي أهم الوزارات اللي نعتمد عليها، طبعا بالإضافة للتعليم طبعا للكوادر نعتمد عليها. نحن دلوقتي لو نظرنا في الهدر، الأخ سلمان يتكلم عن الهدر في مصر، نحن دلوقتي في مشروع الجزيرة بنستهلك 8 أو 9 مليار متر مكعب. 8 ولا 9 مليار سعره بيكون كم؟ يعني بالدولار قالوا لو حتى لو عملت معالجة للمياه بتاعت المصريين عملوها للصرف الصحي عندنا 30 سنة يا دكتور، هاي بيقول بيكلف مليار، يعني معناه 8 مليار ولا 9 مليار. يبقى نحن عندنا دلوقتي الأمطار ما عادت الأول نتيجة للتغيرات المناخية. نعم. لازم نهتم بعد كده بالزراعة الدائمة. عندنا دلوقتي الخيران ما بتحسب اللي بتمشي منه، عندنا مصادر أخرى للمياه، عندنا مصادر أخرى يجب أن ترتبط بمشاريع عملاقة في الزراعة، يجب أن ترتبط أنه نهتم بالتسويق، نهتم بالتمويل على أساس أنه نقدر نحن نكون عندنا الموقف اللي مكننا من أننا نكون الدولة الاقتصادية المتقدمة في المنطقة. أعزائي المشاهدين، لا نجد بعد هذا الحوار الثر الذي اختتمناه بعد تطواف على حيثيات التاريخ والوقوف على تعقيدات الواقع الراهن والحوار حول الرؤية المستقبلية حتى نؤمن للأجيال السودانية القادمة حقها في مصادر المياه وحقها في النهضة والتنمية، نجد أن الختام الذي تفضل به ضيفان العزيزان في هذه الخاتمة بأن مبدأ التعاون مع الدول الأخرى والحصول على الاستخدام المنصف والعادل ومراعاة حق الآخرين مع بناء تنمية ونهضة شاملة تعزز الإرادة السياسية والنظرة للمستقبل، أن هذه وكذلك تأهيل كادر والأساسي وطني مقتدر، وكذلك يعني الاهتمام بقضايا النهضة الزراعية والاهتمام بالوزارات والمؤسسات المختصة في هذا الجانب، وأن تكون قضية الأمن المائي في أولويات الأجندة الوطنية. يعني أفتكر أنه هذه رشدة يعني تبلورت من خلال هذا الحوار أثر من الضيفين العزيزين. هذه خاتمة نتمنى أن تساعد على فهم أعمق من السادة المشاهدين وكذلك إلى متخذي القرار. نتقدم بوافر الشكر والتقدير دكتور سلمان محمد أحمد سلمان، خبير القانون الدولي وسياسات المياه أيضا في هذا الجانب، نشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا. وكذلك الدكتور إبراهيم الأمين الباحث والسياسي المعروف، لك الشكر والتقدير يا دكتور. عفوا. ولا يعني يسعنا في الختام إلا أن نتقدم للضيفين العزيزين بوافر الشكر والتقدير على المساهمة الثرة، وكذلك للسادة المشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام. تقبلوا تحيات خالد موسى وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.